كابتن اسامه، ليه تغير شكل الاداء من الفرقتين الشوط الثاني؟ الزمالك بقى عنده اصرار ان يرجع للماتش ويتعادل، والنادي الاهلي تراجع بدون داعي، لان الشوط الاولاني زي ما الكباتن كلها قلنا بين الشوطين وشريف دلوقتي قال، النادي الاهلي كان متسيد المباراه في الشوط الاول تماما، لكن ما قدرش يحرز هدف تاني يقتل بيه المباراه ويصعب الامور جدا على نادي الزمالك. اضعنا فرص سهله، وكان ممكن جدا نستغل حاله الارباك اللي كان عليها معظم لاعبي نادي الزمالك الشوط الاول. الشوط الاول بلا استثناء، يعني بلا استثناء، يعني يمكن احنا قلنا كانت في محاولات فرديه وفرديه بزياده من زيزو ومن امام عاشور، غير كده عبد الغني والونش وعبد الشافي كان في لخبطه كبيره جدا. نيمار رغم ان انا شايف انه احنا يمكن قلنا الشوط الاولاني هو كان متلخبط خالص، لكن الشوط الثاني ظبط نفسه، الشوط الاولاني كان متلخبط مع بقيه الفرقه، لكن هو يعني انا شايف انه يعني شاب واعد، يعني بانت بالذات الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان مرتبك خالص مع الارتباك اللي كان فيه نادي الزمالك، انت ما استغلتش ده وتراجعت الشوط الثاني من اول كره في اللقاء. نيمار عدى بيها في اول ثانيه في الشوط الثاني، بن شرقي جون، يعني هي بس عدت من قدام رجله وبيحطها، كانت جوه 6 ياردة، اي لمسه من بن شرقي كانت جون، عدت من قدامه. وتتالى الاصرار بتاع نادي الزمالك خاصه بنزول شيكابالا اللي جاب هدف جميل وعمل كره عرضيه جميله، رغم ان شيكابالا احنا بنتكلم بحكم سنه وبحكم الفتره اللي وصل فيها من اللياقه البدنيه ما بقاش طبعا زي زمان، ولكنه اثبت انه نجم برضه، قدر يجيب جون لانه اتغير مكان عمر السعيد، لعب كراس حربه، واحيانا كان بن شرقي هو اللي بيخش راس حربه وهو يبقى في جنب بالاجناب. فالزمالك ابتدى ينشط، والشوط الثاني بقى متكافئ، بس بدايه الزمالك كانت افضل وقدر يحرز هدفين، ولكن الزمالك كان اخطر الشوط الثاني بالرغم انه ما كانش بيلعب براس حربه اساسي. اي مظبوط، ما هو انت عمر السعيد انا قلت لك الشوط الاولاني تقريبا اعتقد اسامه دخل بن شرقي، ما هو بن شرقي وشيكابالا، يعني بن شرقي دخل راس حربه وكان يعني. هو مش ما كانش تارجت، يعني ما فيش 9 بالظبط، ودي خلي بالك ساعات بتبقى ساعات بتسرق الفرقه، ساعات بتبقى اخطر وبتربك شويه لخط الدفاع، لانك انت مش عارف قدامكش واحد، بالتالي مره شيكابالا في وقت من الاوقات كان شيكابالا وبن شرقي قدام هما الاثنين، دي لانه عمر السعيد كان الشوط الاولاني قلت لك مش موجود زي اغلب لاعبي نادي الزمالك، كانوا مرتبكين جدا وملخبطين جدا، لا عارفين يدافعوا ولا عارفين يهاجموا ولا بيضغطوا، كان في ربكه كبيره. النادي الاهلي ما استغلهاش، هم ابتدوا كويس قوي الشوط الثاني وحاولوا محاولات بنزول شيكابالا لغايه ما قدروا يجيبوا الجونين. احنا دخلنا في الماتش ثاني، والتغييرات اللي عملها سامي رغم ان خسارتنا لحمدي فتحي في نص الملعب دي فرقت كتير جدا، طاهر وصلاح اول ما نزلوا عملوا كره عرضيه دوت، وده كملها بقت 2-2، والماتش بقى مفتوح قوي، يعني سهل قوي الزمالك يجيب فينا جون والاهلي، وسهل جدا كان النادي الاهلي يجيب جون، يعني في واحده طلع عواد عليها استعجل فيها قوي السوليه، كان علي معلول جايب وشه كان هيحطها في المقابل، امام عاشور شيكابالا لعب له واحده اللي هو حطها في بطن العارضه، وبعديها الاخيره اللي اتلعبت بالعرض برده، وتقريبا يوسف اسامه حطها بالشمال بيمينه والشناوي طلعها. وانا شايف ان تغييره فيريرا بتاعه يوسف اسامه وبرده لاعب ناشئ كويس اللي ناحيه الشمال سريع جدا اللي هو عمل الجون الثاني، عملت فرق، عمل حركه ناحيه الشمال بخروج عبد الشافي والرجوع لعبد الله ورا، وهو ده يوسف اسامه لعب، اتفتحت الجبهه، وكمان اخيرا نزل سيف جعفر اللي هو موهوب ومهاري رغم نزل وقت ضيق، لكن واضح تمريراته وسيطرته في اكتر من كره على نص الملعب وعمل نشاط في وسط الملعب. فهو الماتش الشوط الثاني ابتدى رايح جاي، كان ممكن اي حد يخطفه. صحيح. الشوط الثاني اللي حصل فيه نتيجه تعتبر عادله، لانه النادي الاهلي هو اللي ما استغلش الفرصه اللي جات له في الشوط الاولاني انه يكسب الماتش وينهيه.